لا كينو تفكر 600 اتفرج فينا ان شاء الله يرجع اخويا. تشوف فيا اي سي بون قلت لك كينو 600 اتفرج فينا ان شاء الله يرجع. تاوي يرجع تاوي يرجع. بي فالبوين انا كنت مغروم بيه قبل، كنت حتى حاط تصويرته في فوتو بروفيل ما نحب له ايه مان، بعد ما مشى ليون كرهته شطبت عليه. ايه ملعب كبير ملعب يا اي ملعبي ملعبي و اكسبيريونس في التيران. وعلى فكرة واللاعب عندنا بعد اي ليفاندوفسكي لاتاكون، خاطر قلت رقم واحد لاتاكون رقم واحد، عندنا لاتاكون رقم اثنين في العالم، ما في العالم اي سي ديزاير على الاخر، ما في العالم يوسف العرب، يوسف ملاعب العرب، يوسف العرب. اما رقم اثنين بعد بو في لا وملاعب لا برشا لا لا صحيح. لا 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 يوسف العرب خويا وصاحبي و كل شيء كل شيء في 16 ريمون سين عز الناس. يوسف العربي ما تشوفوش في التيران جملة، شاك اوكازيون بونتو. نعم لاعب برشا تبارك الله، تعرف يوسف العربي قبل رغم اللي ساكا في مع المغرب ما اولمبيكوس، يلعبش معناها تعرف مع اولمبيكوس قاش ماكا يوسف العربي في الشامبيونات بالذات، ما فيها تشام بريس. نزلوا 10 ماتشات ماكا 20 في الشامبيونز ليج، ما بين الكاليفيكاسيون والماتشات ماكي 7. كي عملوا كي نقول احنا نومينيو هالسنه جمهور اولمبيكوس اقوى تاكون دخل في تاريخ اولمبيكوس، في بالك؟ كيف كيف يا سي، كان في غرناطة الكرة بتاعه طالعة مش نورمال، تفكر في غرناطة يعني، بعد مشى الخوية قعدت باهت يعني. انا قبل حتى كي نحكي مع يوسف مسكني نقول العرب ياسر مالكي ياسر ياسر ياسر، اما بعد شو نقول؟ نقول له تتحب ولا تك يوسف، زاد اللعبه في قطر توما شادين سهل. جماعيات تنزو عليهم وماهيش لك الكل، ديفونسيرات مش لك الكل. قول لي إيه صحيح، اما راهو قاعد يملكي راهو يعرف يملكي. انا ما صدقتش خويا كي جاوني سيد ملكة كنت نوي يضحك ويلعب، ملكة كنت لوريس يضحك ويلعب، ملكة كنت لا تقول لي كنت تنهار عادي جدا. كل سنتراج يا اسلام، كل اوكازيون تقول انت ليه يوسف يعمل هكا ويحط تقعد بيها ترى. يعرف لو نيفو يعرف لعب ضد ريال وبرشلونة نلعبوا في ديربي كنت باناثينايكوس، وانت تعرف ديربي الجمهور يبدا ماكل بعض، ولعبيه دي نكون من هالاثنين واللعب انا لحد الجاي يبداو ماكلين بعض. لعب باناثينايكوس شدتنا شده، مش شدتنا باش نموت يعمل هكا يوسف، مانيش شوف فيه ماتش كام يجي دقيقه 80 يعمل هكا ويشوط شوطه من باليسار في اخر دقيقه حتى لغات بحنا 1-0 تقعد بيه لعب ترى فريمون. قد هديت عمره هديت يتين هديت قد عمره يكون في 32 تو كبر شو شي يعمل في 32. صحيح. هاي بي احكينا شوي على مستقبلك ياسين، تو شمو شو فماش وين وين العام الجاي كيفاش تو؟ والله مستقبل الله اعلم، المستقبل مكتبه ربي، ما انا شنخمم انت كنت بتوك حتى وقتاش مع اولمبياكوس؟ انكور دو زون انكور عامين اخرين مات. انا شنخمم نخمم بون هوني حتى كي خذوني بري خذوني افيك اوبسيون داشا، معناتها كيما نقولوا نحنا اولمبياكوس طلبت 6 مليون دورو، فهمت انت مش غالي. خذوني من الاول عطاو كيما قلت لك 200000 يورو بري في ظرف 4 5 شهور. بون عملت ماتشات باهيين، الماتش الاول والثاني مازلت ما شاديش الفورمه وانا مون كومبيتيسيون ومانيش فاهم الجمعيه كيفاه وكيفاش يلعبوا، اون بليس ما لعبتش على سير، معناتها ما لعبتش في اللاكس على اليسار بحذا وسام، انا نلعب على اليمين بعيد. دونك انا انت ولاد تحب لي الوار صار هاي انا ولاد الوار كوميونيكاسيون مانيش فاهمين بعضنا، معناتها هو وين بيزار يتحرك ولا ايه؟ خاطر اللي على اليمين اسهل، اللي عم يلعب باليمين ولا ايه؟ اي بتبيع اسرع على سيقه صحيحه. انا انت عايز تحب لي صار لا نحب اليسار خاطر نعرفش نلقى راحتي على اليسار اكثر. فهمتك. عندي كيما قلنا باسيت لينسول توش لعلي ولا وسام، ما نعرفش في ليكيب ناسيونال سي نسبل فرجاني ويوسف المهمونات نتاعهم كذا، دونك قعدت نحب اللي صار فهمت. فهمتك. دونك كي من بعد لعبت زوج ماتشات على اليمين، من بعد جا لونترونور جديد وبدات الجماعه تفهم بعضها والمضربين رجعوا تاني وكذا، رجعت للي صار عملنا 6 5 ماتشات، عملت 5 ماتشات بلا كل ماتش نخرج بريسك انا والاول والحدادي بعدي ولا حدادي الاول وانا الثاني، معناتها في لي نوت وفي لوندمون، وعملنا حتى في ريزولتا عملنا 5 ماتشات ربحنا 4 وعملنا نيل البلا فهمت، ربحنا 4 الواحد البلا وثلاثة في البلاد.
كنا في وضعية خايبة، طلعنا توا خلينا ايكيب منتصر طالبي ورانا، ايكيب غايلين ورانا، ايكيب اخرى ورانا، معناتها خلينا 5 ولا 6 ورانا، فهمت؟ حتى اللي قدامنا مش بعاد، ان بوان دو بوان ان بوان تروا بوان ماكسيموم، فهمت؟ دونك عملت فهمتك. معاه ماتش باهين، حكى معايا ديكتور تكنيك لحقوني وقال لي ان شاء الله توفى اول ما توفى الكورونا. هو قال قبل، حكى معايا قبل الكورونا، قال لي اول ما باش التريف نكملوا، معناتها على اساس نحن ماشيين كيب ناسيونال، هما باش يطلعوا لليونان، فهمت؟ باش احكيو معاه. قال لي مش مشكل، ما عندنا حتى مشكل، 6 مليون دولار هما هوني عندهم الفلوس، فهمت؟ ما شاء الله عندهم فهمتك. زايد فلوس. قال لي سي معناتها يحبوا 6 مليون دولار، ما عندنا حتى مشكل ناخذوك معناتها ب 6 مليون دولار، 5 5 ونص ناخذ، ما قلقنيش، ولازمك تعمل معنا هوني عامين ولا 3 سنين. بعد انا ما نعرفش معناتها سي اولمبياكوس تحب توافق ولا لا، كان معناتها ربي سهل ان شاء الله، كان ربي سهل صحوني، ولي مرحله جديده في حياتي، معناتها نحط روحي عباره مره اخرى، جيت جيت من انتريف جديد. كيما نعرفش انا ستاتي نيوزيام متلوي، ومش نبدا من جديد، وطموح طموح طموح لازم يكبر اكثر، نمشي جمعيه قويه في تركيا ولا جمعيه كذا، خاطر الليكيب هذايا كيما قلنا احنا كيما ستاتي نيوزيام ولا القروين بوابه للكبار، فهمت؟ صحيح. قال جبنا 4 ولا 5 جوالات عام ناول جالاتا سراي في نرباتشي، شفت ليزي جيم تاع مصر مشي لانجلتير، اه صحيح. فهمت؟ بوابه ايام عندك قويه، نقاش معك. بوابه الكبار. صيام خاطر جيتانا الحق مكتعب، جيتانا وجابوا اكسيال من تشيك اسمه توماس، دونك باش يقعد على البنك باش يولي، فهمت؟ كان يلعب هو خد. قبل كان يلعب، قبل ما يجي يلعب. تشيك هذايا، وانا كان يلعب هو وان بورتوغي، فهمت؟ مي توا وليت كي جاني جيت انا وجا تشيكي، وليت باش نلعب انا وتشيكي، فهمت؟ ولو اني هاي انا حتى كي لعبت معاه تشيكي ومع كامل احتراماتي ليه، معناتها هو يلعب معايا وكذا، اول ما لعبت معاه قلت لهم سي بيزار، معناتها تنحيو سيام وخليو تشيكي، هذا حاجه مش نورمال، معناتها قلت لهم نورمالمون على فهمت. الاقل اني نلعب انا وسيام، وموا نفهم ويفهمني لاعبين مع بعضنا كيف ناسيونال، ميكا وهذيك الظروف معناتها اش حبت، فهمت؟ دونك كيما قلت لك سي باش كان هوني باش ياخذوني معناتها حبوا كذا كذا كذا، هما بو المومون يحبوا كذا، دونك ان شاء الله سي ما حبتش اولمبياكوس باش نرجع اولمبياكوس، ما عندي حتى حل معناتها، باش نعاود نخدم لولو جديد، وان شاء الله ما نلقاش برشا عراقيل، فهمت؟ ان شاء الله كيما قلناها بلوك الكوره تمشي معايا، وان شاء الله نرجع نفك بلاصتي من لولو جديد، وكهو ما تخممش معناها خليج ولا حاجة. والله سي اثنين بو لو مومون لي رانيا، ما زال بك. بو لو مومون لي بون، مش مازال بك يعني، انا اللي يشوفني يقول عمري قداش تاو، انت قداش عطيني عمر؟ نعرفك انت 27 26 انت. انا في جويلي نعمل 27 سنه، راهو في اي جويلي مازال نعمل صغير. 27 سنه، ما زال بكري ما زال بيان بكري. سور في جويلي نعمل بعد 27 سنه، 30 بعد 30 احكي لي على الخليج. هاني قلت في جويلي نعمل 27 سنه، المخ توا مازال في الاوروب، المخ حق، اي حتى شفت انا تاو كي جي الشامبيونات تاع تركيا، على فكرة راهو تفاجئت راني شامبيونان تاع تركيا أقوى من تاع اليونان بألف مرة، راهو بألف مرة، لا مقارنة لا مقارنة، عبارة نقول نحن السعودية وتونس لا مقارنة، اليونان فيها 3 جمعيات زوز ظهر لي. ثلاثة جمعيات اليونان تلعب فيهم 6 ماتشات في العام، اي لو نيفو بالضبط. سيتو لا مقارنة، أما أولمبياكوس تختلف فيش شامبيونز ليغ، شامبيونز ليغ وأوروبا ليغ، في التلفزة صحيح. العينين عليك، النيفو صحيح، تحب ولا عينين تكره، اكثر يعني. تحب ولا تكره، أما هوني شامبيونا يا إسلام لا مقارنة، راهو تتحسن فيه. صدقني أخي بالساد في تركيا كيما رد، والله العظيم أخي بالساد عبارة لا رد، صادق صادق. شو في التيران لوطا بالسيارات توب، جمهور أقل ماتش لعبت فيه جمهور في 25000 30000، اقل ماتش يا اسلام، اقل ماتش لعبت فيه، واللعب والتكنيك موجود واللعب محلول والتيرنت موجود، والله انت ايش عندك برك، فهمتني؟ صحيح. اكاو فما كلام على الترجي زاد. والله يبعثوا لي جمهور الترجي مشكورين، والله الحق يبعثوا لي يقولوا لي انت وبدران الاكتوال اه لا في الترجي يا تزير، يا اه ما شاء الله عليه ما شاء الله، ان شاء الله علاش ليه يجي نهار كي واحد على الاسبيرونس، ان شاء الله ديما، ما قلت لك انا حتى حكيت معاك ما نرفضش يعني انا الجمعيات الكبار،
ما نفضش هذا، ديما ما نرفضش الحق هذا. لعبت جماعة كبيرة في سياق في تونس اللي هي سي اس اس، وبالمناسبة معناتها نشكر أي إنسان في السي اس اس ساهم باش كوني نطلع، وفضل السي اس اس ديما نقول بعد فضل ربي سبحانه، فضل ربي والأول بعد فضل ربي، فضل السي اس اس ما ينساوش مدى الحياة معناتها اللي تحب ولا تك. أنا كنت إنسان ما يعرفني حد، بغيت شاريك وجماعة شوية في لعبت الراديو فيه. وقتها قلت معايا في الراديو يا كلوبيست، أنا كنت لموكش شوية. برشا عباد غشت. انا يعني انسان صريح، نقول اللي نقول اللي انا نحس بيه، ما نجمش نحي خشمي من وجهي. نجمش نقول لك انا اليوم راني سيقس ونكذب على عباد، الجمهور سيقس يحبني، وانا نقول لك انا اليوم مكشخ ونكذب على جمهور سبيونس، والجمهور سبيونس. لا لا، انا كلوبيست، انا انسان اللي صغير فهمت فهمت. كلوبيست، انا انسان صغير كلوبيست، ما عنديش الغرام بالكلوب ونمشي والكلوب ونهبل كي تخسر. لا لا لا، انا انسان كلوبيست كاو، ما عنديش الاشكاليه نلعب في الاسبيون، بالعكس نلعب ونعطي 100% 200%، نلعب في الكلوب نعطي 100% كيما لعبت في السي اس اس. وما كنت كنت الكلوب تتذكر في رادس اي وقتها اي ما عملتش اي تخوني ولا كذا، بالعكس فرحت ومشيت عانقت عواضي وقتها وعانقنا بعضنا الناس كله. نفرح اي جماعه نلعب لها ولا نلعب فيها، ما دامني حديث مريولي على مريولي على لحمي، راني صحيح ننسى كل شيء، نعطي 100% 200%، وبالعكس معناتها نفرح برشا. كيما قلت لك نفرح برشا كي لعبت في صفاقس، ومالوريزمون ما زيدش ترويت، مي فرحت برشا بالجمهور هذاك اللي داز معايا، وبالعباد اللي عطتني شانس، وحتى كي غلطت عطتني شانس باش كور، وعلموني فريمون صفاقس، حلوا لي بوابه ليكيب ناسيونال، وعلموني نلعب الكوره نظيفه وكذا كذا. دونك كيما قلت لك نفرح برشا كي ترجي مثلا نهار يخنع في الاسبيرونس ولا في الكلوب، نفرح اي عمك. تو تو كلمك شكون ولا ما كلمكش اي سي؟ لا لا، بول مومون ما كلمني حد الحق نتاع ربي، ديما يقولوا لي في الترجي ديما السؤالات هذوما، كلموكش شكون؟ لا الحق ما كلمني حد في الترجي، فهمت؟ اما ديما جمهور اسبيرونس مشكور، ما تحيه لجمهور اسبيرونس، ديما جمهور اسبيرونس ديما يبعث لي ان شاء الله تبدا في الاسبيرونس معانا، ان شاء الله يعني، ان شاء الله جينا نحب نلعب في جماعه كبيره في تونس ونزمع تيترويات حق. انا ناقصني راه تيترويات على فكره، ما زيد حتى تيتر في حياتي لتوا، حتى تيتر حتى تيتر لعبت في ريانا، انا ما سميوش تيتر، هزيت كوب دو لا هزيت ليغ. عاد مع اولمبياكوس. لا ما هزيتش، عاملين جيت دوزيام بلاس مع اولمبياكوس، اي عاملين حتى كوب دوزيام ليه بلاس. لا خرجنا وقتها من الكوب، طلعنا نلعب بكيبا ثانيه في الكوب، تخيل ما تسال اخي كلينا العصا. اما مداينة تتويت. ليه الحق، انا ديما نقولها في الكلوب، في كاريري ما زيدش تترويت، وماذا بيا الناس تترويت، فهمت؟ سواء في تونس صحيح. في جماعه كبيره ولا البلة، فهمت؟ وتحس تحب ولا تكره، فيها شارم تيتا في جامعة في تونس، تعرف في جامعة كبيرة الحق فيها شارم يا أخي، اي فهمت؟ بيه دونك قبل ماذا ما بيا؟ ناخذ لي كيستيون نتاع العباد نكمل لك اخر سؤال، الرقم اللي عامله مع منتخب شنو يمثل لك يا سي؟ كريمو والله مش شعبة قوية ولا فازة، تتعافني معناتها اللي في القلب، في القلب أنا نفتخر أني كي نلبس ماريو ليكيب ناسيونال، فريمون نفتخر، وعندي معناتها حاجة زينة رايحة تتفوق كتافي معناتها، فهمت؟ قدم ماتش تو اساسي العودة بعضهم لعبتهم. أنا بديت شوب أساسي، بديت مع سي نبيل معلول، اي نوجه له التحية معناتها بعد ربي سبحانه، سي نبيل هو اللي عطاني الثقة، قال لي مش تلعب مش نلعبك وانا عندي فيك ثقة ونعرفك تجيب وراش، ماتش مصر يعطي الصحة معناتها نشكره على الفرصة هذه اللي عطاها لي. نتصور انا كنت في المستوى من ماتش مصر مع سي نبيل لحد الان مع سي منذر، الحمد لله لعبت تو لي ماتش الحمد لله، سواء اميكال سواء في سيات بوندون 3 ans et demi، فهمت؟ دونك يجيو في 42 ماتش، 42 ماتش على بعضهم 65 الحمد لله، ان شاء الله نزيد نواصل. وبريسك الكل 90 دقيقة. اي الكل ما خرجتش الحق، فما شكون عملها قبلك ولا لا يا سي؟ والله ما نتبعش يعني اسلام، لازم اما عماد كيلاني. ما نتبعش، ما نتصورش 42 ماتش على بعضهم 65، بتيت تنجم تكون خد بدله ولا رجع عادي، ما شاء الله لازم عماد الكيلاني يا اخي. لاعبين معناتها ما شاء الله في الايش 90 ولا ايش 80 ما شاء الله، معناتها دي زونسيان جوير كبار ياسر في المنتخب وعندهم برشا كاليتي قبل، دونك نتصور لهم لاعبين حاجه عاديه. اما في الجينيراسيون هذايا ما نتصورش كان عملها عبد على خاطر المكتعب، فما شكون تذرف، فما شكون ما يلعبش، فما شكون يغيب لاسباب معينه، فما شكون يجي يترينا ويتذرف اصلا في الموسم ما يلعبوش الماتش،
ان شاء الله صحيح. يعني بقى لي ستر، ان شاء الله كما قلت لك انا المنتخب نحسه معناتها فاهمين تاعي معناتها فهمت، سي منذر اللي قاعد يحكي معانا بريس كل جمعه يوصل على اخبارنا، سي وديع كيف كيف اللي يحكي معانا ويوصل على اخبارنا ديما معانا باتصال، الحق الطبيب دكتور شوية شامني ديما يسأل علينا، دونك نعيشوا كيما الفامي فريمون كيما الفامي فهمت. باهي خويا طولت عليك، نكمل لك يعني شويه دي كيستيون مع والله عبد العبيد. ونسني والله ونسني، نسيت شد نتفليكس ناي كامل حرقته نتفليكس مخي تحرق ما فاش عندي تفرج؟ خلاص. فاش تفرج افلام ولا سيريات؟ والله كل شيء تفرجت، حمزه المثلوثي تاجيني في فيلم تركي تفرجت فيه رصت لي نبكي فرشت فيه طياره باهي الفيلم. صدقني نفس البوسيون نبكي انا علي الفيلم، فيلم احلى إيه؟ من الحق انا ظهرني بعد يضحك مش يبكي، هني في اللي برشا ضحك لقطات يضحكوا. ايه ما كومي فيها حسيت تعب تبكي تحب ولا تك فهمت. لا كازا هبط كملت يمكن في صدقني تقولي تكذب، لا كازا كملت في ليلة حطيته 6 نتاع العشية حطينا في كملته 6 النهار، نتاع الصباح، يعجبكش زاد انا في النهار مش ليلة زاد. ليلة حطيته 6 نتاع العشية 6 نتاع الصباح كملته، صليت الصبح وقت ما عندك ما ديك تعمل ما عندك ما تعمل. توا فما سيري ننصحك بها اسمها باور، باهي شو اسمها؟ باور. ما نعرفش ابعث كانك لي عليها مغروم حتى انا. بك الجو نتاع المافيا والمخدرات في امريكا بيان وهذيك سور بيان سور آه بيان سور هذوك. ابعث لي على باهي الانستغرام بعد. خلينا نبدا باهي. باج هذيا سونتونير كلوب افريكان. قال لك جين هارد كاو في الكلوب. اي تو كنت جاوب عليه ان شاء الله ان شاء الله جينا نعمل في الكلوب عام عامي ان شاء الله مع الجمهور هذاك تاع الكلوب برجليك لعيتها تخوف. باج اخرى هذه فوت تي ان، شكون اللي كان الوسيط باش يمشي من اريانا للمتلوي؟ اسكو عدى التيست في المتلوي ولا لا؟ انا مشيت من ريانا صح كونترا بخمسة سنين مع بريزيدون اسمه منير بلونفار يذكره بالخير، عملت منهم 4 موا لولانيين في ديسمبر تشكيو برشا جوالات على الفلوس وانا منهم وكذا، فسخنا جوالات تشكينا ال 12 جوال اللي تشكينا على الفلوس فسخنا منهم، انا كونترا بخمسة سنين لولاني معناتها عملت منه 6 اشهر فسخ لي بو عمل معايا فاز بيه كونه فسخ لي، عمل معايا حاجة مش باهية كونه فسخ لي آخر نهار بالعام صباح معناتها يوفى في الليل 6 تاع العشية تسكر البلدية كيما نقول نحن فسخ لي 8 تاع الصباح فهمني، هزني سي شكري مشيت ديريكت للمتلو، سي شكري يعرف إمكانيات خاطر لانين يقبل في أريانا وجه له التحية وديما نقول أنا المدربين لهم فضل عليا معناتها سي شكري سي نبيل ديما نقول هزني وقنع الرئيس بلاش معناتها انا في الوقت ماشي بلاش معناتها ليبر، وقنع الرئيس كونهم يصحوا لي عام ونص وراهم باش يربحوا وكذا، وقعد يقنع في الرئيس والرئيس صعيب ما تقنع، ومن بعد عملوا لي الشهريه ب 600000 اللي معناتها نجم تكون في 6 اشهر ما تعجبنيش باش يمشي على روح فهمت، فهمتك. بعد عملت شهرين بعد شهرين عاودوا لي كونترا عام اخر زي زادوني عام اخر، بعد شهرين لعبت معاهم زادوني عام اخر، عمل دي بون ماتش يا اخي زادوني عامر، دونك الفضل سي شكري فهمت هو اللي كان وسيط الشد. ابراهيم لامين قال لك فما امكانيه تلبس مايو الترجي، جاوبنا عليه هذا. باج تيم ا ا يقول لك ايكيب تحب تلعب فيها، مازالت ريال؟ مازالت والله يا اسمع كنت تشوف فما واحد عمل لي كومنتير على فاست ريال والله وين اتذكر شد ضحك، فما ايش واحد قال عمل لك؟ لي كومنتير قال لي ان شاء الله تلعب في ريال، هو بدي الكومنتير سيريو على الاخر عجبني على الاخر، قال لي ياسين نحبك برشا ان شاء الله يجي نهار تلعب في الريال ان شاء الله، بعد كتب لي اونتر جيمي في البلاي ستيشن يا اخويا كل شيء ممكن، انا نأمن عادي، ما تعرفش على الدنيا ايش كاتبت لك. تعيش على ربي شو مكتب راهو تعرفش، كاو انا قلت حلمي حلمي طموحي وحلمي كما حلمت قبل في رادس هذا حلم كبير الله شنو يا اعلم اخي، واحد باش يحرموا عليه يحلم انا زاده صحيح انا باش نخدم الماكسيموم والله اعلم. علاش ليه ان شاء الله؟ حبوش راغب ولد حومتي ذي قال لك في الحجر الصحي ام فريكاسي ولا يو؟ والله قلت لها حمد جلبان اتمن جلبان مع امي وكذا، ليه الماكله تاع شنو هي
مو عندنا هون اللحم مقصوص وسكالوب مقصوص والدنيا، فهمت؟ دونك انا اه مش سكالوب، نعمل كزيت والكركم والفلفل اكحل في السكالوب، شويه ثوم شويه ملح، نحطه في القلايه وكاس ماء ونستنيه يطيب ونبدا نقلب فيه، مره يتحرق مره يجي يشتغل طيب. اما ديما الجواب امي تقول لي سافا، نقول لها سافا على الاخر، معناتها امي نقول لها من سافا تولي تبكي مسكينه وتقول لي ولدي في حاله ومخليته وحده وكذا. هكا ديما نقول لها بنين وسافا وامورك واضحه، وانا مره سكالوب ولا لون وكح. عاد ياسين قال لك علاش ما مشيتش لنابولي؟ شنو هي وقتها صار وقتها؟ اسكو صحيح كان فما اوفر من نابولي؟ وشنو هو وقتها؟ ليه ما نصورش؟ إشاعة إشاعة إشاعة. إشاعة برامو صحافي ولا شنو هي؟ يكتب في جريدة برامو، ما نعرفش ما نعرفش، بعت لي في انستغرام وقت إشاعة. تتخيل معناتها نابولي كان جاي تحب على ياسين مريع باش تحير وقت؟ أما كلمك حد ولا حاجة؟ ليه ليه ما كلمني حد؟ الحق كلمني الحق. بي باجو خاطر هذيا أمورو دو ليكيب ناسيونال، شكون خير الدولة التركية ولا اليونانية؟ تركيا تركيا، قلت تركيا خير برشا، تركيا خير. تفرق في الشامبيونز ليغ لك في الاقل. معناتها اليوم كان طلع في جالاتا سراي سوا ديزون، ولا في فينرباتشي، طلع في فينرباتشي، هذا مش لعب الشامبيونز ليغ، دونك لا مقارنه، فهمت؟ عصام قال لك علاش حكيت عن الفريق ما حكيتش على سي اس اس في كاس العالم؟ ما فهمتوش السؤال. كاس العالم حكيت قال لك على الكلوب ما حكيتش على سي اس اس، ما فهمتوش الحقيقة، فعلاش فهمت ولا فهمتوش؟ ما فهمتوش. اما ديما انا نقول ديما فضل شو فضل الصفاق، فضل السياسيس كجمعية سياسيس فضل كبير وعلى راسي معناتها، ومش كان علينا على على الجوات اللي تشوفهم الكل. شفت اللي كنا نكرة كما نقولوا نحن بلوك الكورة، كنا نكرة في الكورة في كرة القدم، كنا عباد الله، كنا نكرة في الكورة في الاسم، ولعبنا نحن زاد عطينا للسياق الصراحة مش معطيناش، اما هي عطتنا اكثر برشا، عطتنا الاسم وعطتنا كما نقولوا نحن الاسم في البلاد، مش يعرفوك العباد ومحبة العباد وكذا، وحلت لنا البيبان اللي كيف ناسيونال تحب ولا تك. به مخلص شريتي قال لك علاش ما ينجحوا في أوروبا كالمدافعين؟ مو خاطر حسب رايي انا، حسب رايي الشخصي، قلت انت ما فات كي مشيت للكوب دافريك شفت كان عبد النور بركه يا اخي، نتصور انا قبل في الكوب دافريك ولا حتى في الكومبيتيشنات اللي قبل، نتخيل حاتم تابلسي يخدم، تخيل كريم حقي يخدم، تخيل رافي جعايد يخدم بزايد، الديفونسور يخدموا بزايد، نتصور الديفونسور يخدموا بزايد، نتصور لي ميليو تيران لي زاتاكو يعملوا على التكنيك اللي عندهم، فهمتني؟ فهمت. اما لي ديفونسور تلقاه ديما يخدم بزايد ديما، حتى هوني مثلا في قاسم باشا تلقى ديفونسات يخدموا بزايد اكثر، معناتها بالاحبل في المل نجريو اكثر كذي، وما نعرفش الاخرين نتخيل يعمدوا على التكنيك، نتخيل يمكن مهاب قال لك 8 تلعب في الكلوب. بيان سيور. اي بيان سيور تمنيت، علاش ليه؟ انا اول ماتش ليا مع صفاقس ماتش كبيره شامبيونال، لعب كوت الكلوب وقت عملنا 1-1 في راتس، عملت اخر ماتش في حياتي، عملت ما اخر نجمتش ماتش في ولا شنو؟ حياتي خاطر جراء، لان جراء جمهور النادي الافريقي، كيفاش؟ اول مره نلعب فهمت، من وقت هما يلعبوا يحبوا يهزوا الشامبيونات، نحن نلعبوا نحبوا نهزوا الشامبيونات مع صفاقس، وانا اول ماتش ليا مع صفاقس كنت جامعه كبيره كما قلت لك الكلوب، ونتذكر الخنيسي وقت جاني في الشافمون قال لي اسمعني ما تخافش، جمهور الكلوب عادي راهو يعيطوا كيكه وكذا ونورمال، وعملوا تتعمل ماتش بي وكذا كذا، قلت له ليه تنكيت انا جاوي باكر، دارجين لعب وبدا جمهور الكلوب يغني الناس كل مع بعض، والحق نتاع ربي وقتها زلت انا صغير عمري 21 سنه ما فهمت شيء، ما لعبتش على الامكانيات اللي عندي، خاطر ستريس والعياط تاع الجمهور وكيفاش يغنيوا الناس كل مع بعضهم، وكيف 35000 ولا كذا تخوف، على عيط جمهور الكلوب تخوف. هذيك انا ديما ساعات نحكي مع جمهور الكلوب نقول معكم ربي العالي، ساعات تبدو خاسرين ولا عاملين اكس معاكم ربي، راهي عيطه يا اسلام يعلم بها كان ربي، راهو مكتعب فلادس ملموم، يبدو مع بعضهم تو ولات جمهور الكلوب بليز موا ولا كولا في تونس ولات كيما معصومين قال خليل، حكي خليل بها شفته خايف شفته الجمهور في شفته تونس، ولا جروبيت جروبيت يتعارك يا حسره على الكوره محلاك، يجي جمهور اسبيرانس وجمهور الكلوب
اي بعين الف، عيته واحده، غنيه واحده، الكتاب ده مش في نهارك تسمع العيته والغنيه تاكل وتوت، يبقى انك تخليه تجري من الحب صحيح. والكوره، وتحب تخلي الجمهور هذاك الكل يا فرحان، تكون تقبل الحق بعيده برشا على الكوره. توا تحسن بدل تكنيكمون تكتيكمون اي فيزيكمون، اما قبل الجمهور قبل له كذا يقعد راهو الجمهور، لازم جمهور سبيرونس كي كان يعبي منزل 40,000، الناس كل تبدا شيخ عامله بون كيف، جمهور الكلوب كان يعبي رادس ولا المنزل كيف كيف، شيخين تبدا سفاقس ليتوال، توا جروبيت وضربين مع بعضهم البعصيعه ويضربوا في بعضهم بالكلام وكذا، كيفاش تحب الجمعيه تبدا منظمه؟ ومن بعد شي يقول لك دزها في حب الجمعيه، لان مش هكا حب الجمعيه الحق، حب الجمعيه صحيح. اللي جمهور يقعد. والمشكله شو كي في الشامبيونز ليغ الافريكان يفرضوا عليهم ما يتعيشوش كعب افلام وما يتعاركوش وكذا، ما كانش نحيو الجمهور في الماتش يستمتعوا ولا الجمهور في تونس، وليو الكل مع بعضه وكل مع الناس وكلهم يحبوا بعض، والشامبيونات يلقاو الشيء مسهل وكذا، وليو يدخلوا بعض وربي صحيح. ان شاء الله الجمهور يرجع كيما كان يا اخوي. إن شاء الله. برشا قاعدين يكتبوا في اسئله، بون حكينا عليهم برشا، ينجموا بعض يلقاو في ستوري، يلقاو يعاودوا يتفرجوا في اللايف الكل. باهي، كيف كيف زديلي 63 قال لك فما عرض متفرجي ولا حكينا عليه الموضوع. سيف ار جي قال لك صار كونتاكت مع الكلوب افريكا، كان ايه شنو اللي عطل ترونسفير؟ كونتاكت مع كلوب افريكا يقول لي اي صار كونتاكت، صار كونتاكت في المتلوي ايامات الاخر نتاعي في المتلوي، وقت انا في الاولمبيك مع سينيزار خنفير فهمني، وقعدت الحكايه ما بين صفاقس والمتلوي فهمت، قعدت الحكايه ما بين صفاقس والكلوب افريكا، ومن علاش بعد تعطلت؟ الكلوب مازال تحكي مع المتلوي وقداش تسيبوا هون وفلوس وكذا وكذا. باي كونت وقت انا لعبت كنت صفاق قبل ما يبدا الميكاتو ب 10 ايام، لعبنا كنت صفاق في المتلوي سيلوتي عبد الناظر جاي يتفرج فهمت، صفاق وقت في الميتون شراني سيلوتي في الميتون، قال لي بريزيدون تاع المتلوي سي البوصيره وكذا بالخير، في الميتون قال له سي بون، قال له قداش تاخذ فيه وكذا، عطاه فيا الفلوس وبدل بيا بزوج جوالات وخذوني في الميتون، في الميتون خذاني وقت عملت فهمتك. ميتون باهي على الاخر كنت صفاق في الميتون، قالوا ماذا خليته وقت خليته. باهي، يوسف بليلي طيب مزيان، شنو حكاية عرض الترجي قبل ما تحترف؟ جايك عرض من الاسبيرونس قبل ما تحترف؟ لا 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 لا، ديما عادي يقعد سيان. قلت لك اسمع، صارت لي توفى مع جمهور الاسبيرونس يعني، علاش قلت لك انا ديما نفضل جمهور الاسبيرونس بالخير ونحبهم برشا، راهو صارت لي توفى في المطار تقعد كيفاه؟ تذكرت في ماتش الاهلي الاسبيرونس والاهلي 2-2 اللي غايلين مايكا الكفران جاي شفتها اي شريف كرامي دخل اي مشيت له ماتش هذاك. اي مشيت نحن انا وقت ماشي نلعب في كومبيتيسيون افريك اما في الكاف مش شامبيونز ليغا، في الكاف مع سي اس اي اي نحن الاسبيرونس والكوس فيكس سافرين نفس المطار، والله خويا مراكز جونا احلى جو، جمهور الاسبيرونس خويا تشد صف الديوانه منه، جمهور السياسه تشد صف الديوانه من ربك والمعبود سبحان الله، فجأة جمهور الاسبيرونس يعمل لي غني فجأة وانا صغير نلعب غداء. سيقس لابس والله ما نعرف نسيتها كومبليتمون لابس مايو السيقس نعرف السيقس، ومش جمهور الاسبيرونس كله يمكن فما يمكن تقول لي تكذب يمكن فما 1000 ولا 1200 واحد في المطار يتق في دقيقه، يمكن في دقيقه دقيقه ونص يعملوا لي غني، شنو هي ولا تفكريش يحبوا غنية؟ يجيبوني والله نسيت، ولا يحبوا يجيبوني الاسبيرونس ان شاء الله تجي الاسبيرونس، مش عارف كده بعضها وقت جمهور السياق جمهور الاسبيرونس في المطار على ديوانه خاطرك انت والله العظيم متذكر علاش كنت تلفه صارت لي مع جمهور الاسبيرونس ما وقتها تكلمتش معايا كثير. حمزه جامش تكلم انا على ذمه وقت السياق وكذا، اما انا قعدت صارت لي من الاول قعدت بيه قلت على كلية قلت باي مو غلطوا في الاسم مش بيهم هذا، بعد والله جمهور الاسبيرونس من بعد دقيقه قلت طلعوا غنيه كنت تحط فيها وتشدني الضحك وجوات تاع سيخس كل وقت والله نضحك وشد شبيهم هذوم والله مهبله في اليوسم وقت. باهي، ديما اكثر سؤال يتعاود جاي للكلوب جاي للاسبيرونس، هذا بون نحاولوا نتعداوهم. اماني شكون تعرف؟ تعرف اماني قاتلك وقتاش العرس؟ عم جي وسؤال واحد اخر، كيفاش تعرفت على خطيبتك؟ عن طريق انا مي كان يكاول عند الوالد
انا بابا مو مدرب، قلت لك كان يكاول عند الوالد، دونك هو امين معاها، دونك انا هو حط جيم معناتها على التصويره نتاعها، فهمت، هي تقرا معاها، دونك انا شفتها سالته، خذيت فيسبوك، وخذيت فيسبوكها من عنده، بعد ما كيفش عليك بعت ميساج بريفي كي كلاد عملت فيو وما جاوبتنيش، معناتها ما شاء الله عليها، فهمت، من جد عرفتك ولا ما تحيه. هي عرفتكش؟ لا ليه مين معروف، انا وقت مازلت كي بديت نعرف فيلم تلاو مازلت ماكش معروف وقتها، معناها ماكش معروف بعد شكل ما تعرف. مازلت ما عنديش حتى انستغرام، حتى الفيسبوك حط فيه تصوير تومي فهمت. وقتها، فهمت، دونك بعت ميساج عملت فيو جاوبتني، انا قلت بس تعمل فيو نهار نهارين وتجاوب، عملت فيو غاب الجمعة ما جاوبتنيش، عملت ميساج يا اخي عملت فيو غاب الجمعة اخر ما جاوبتنيش، يا اخي بلا مش حقنا يا عارف، صاحبي. ولات عنيد من داخل، فهمت، من داخل ولات لي عنيد، وليت مشيت لصاحب صاحبي كان عند بابا، قلت له هزني نشوف الطفلة نحب نشوفك، وبدات القصة من وقتها، فهمت، ونجلة قبلتك تحية ربي وقتها. بقى. هاي بديت نحكي معاه بشوي بشوي، من الأول قتلي بديت تحكي بالبارد ودنيا، وبشوي بشوي لين مقطع في الوقت ما زي ما قلتلكش علاش ما يقولوا. جاوبتكش، ها ما قلتلكش علاش ما جاوبتكش. هيتم الطاولة بس انتوا ليش، انا السؤال والله هذا ناس العظيم ناس. ليه التم ليش، يا ربي بقى عليه الصفر وكذا، ربي وصل بالسلام يا اخوي. يمين كريم عبد الكافي قال لك سياسيس او سيا افريقي ولا صفاقس؟ ايه ذي سويل متاع متاع اختنا منه. واحد، زوج جمعيات كبار، زوج جمعيات كبار، محمد الزريبي انسان نظيف متقي صلاته حاضرة في جامعة الغزالة. صار لي غادي في جامعة الغزالة. هاي خويا مقابل التليكوم قال خويا، لك واصل. بالمناسبة ذي خويا هو ما عندوش انستغرام، بعد خاطر الانستغرام معتبره فتنة، فهمت، بالمناسبة ذي انا نصلي في الغزالة خاطر الامام صاحبي على الاخر مسلم، فهمت، صورة تسليم إن شاء الله نهار يا ربي تصلي تهجد في رمضان معانا ولا تراويح، خويا أريانا كاملة، أنا توا ولد أريانا، ولد معناتها ولد الحومة العربي في أريانا، أنا فهمت، وجنبي الجامعة، نسكن جنبي الجامعة، تيختين على الجامعة، لا نهز الكهرباء ونمشي درجين بالكهرباء ولا بعصير حي غزالة بالذمة، نصلي التهجد والتراويح غد، خويا صوت سبحان فهمتك. ربي، يخلق ربي، يخلق ربي أصوات في الدنيا، سبحان الله. ما شاء الله. هيك احمد مقطوف قال لك مالغري توس لي ديفيكولتي مي جانسيست كيلي لان دي ميور ديفونسور دو لافريك. ميرسي يا خويا، ان شاء الله نزيد نخدم نحسن لاحسن ان شاء حسين الله. فرشيشي تحب تلعب في افريقيا؟ جاوبنا عليه. واحدة مصرية دي رنا سلطان حاطة لوجو الاهلي. قالت لك فرجاني سياسي بالنسبة لك ايه؟ وهي تحب الاهلي، ما فهمتش علاش تلعب فرجاني سياسي. اخويا وصاحبي حبيبي وعشرة عمر انا وياه هكا بالمصري حمحو كان يجيك عرض من سي اس اس ولا سي او سي ار، شكون تمشي شعندنا فيه هذايا؟ احنا جماعتك باش يمشي للترجي ولا نعرفوك كلوبيستي باش يجي نهار وتكرر في الكلوب كيف كيف، فماش بينك وبين سي حمد المد، فماش اتفاق بينك وبين سي حمد المد كيف كيف، شكون اكثر جوار قريب لك في ليكيب ناسيونال؟ حمزة رزقي. أكثر جوا قريبي في المنتخب، هاي شو عندي، فما شو، فما فرجاني، فما حمزة، فما حدادي، فما معلول، هم كلهم قراب يوسف، أما أكثر أنا اللامين بتاعي صحيح صحيح، معناتها اللي ما خبي علي شيء وهو ما يخبي علي شيء، أنت فخر الدين بن يوسف، هو يا تحية جماعة ليك. كامل احتراماتي، أكثر إنسان نحبه في حياتي فخر الدين بن يوسف، لا ويا دينا بن عمار فهمتوش السؤال، قالت لك أحسن ماكلة عندك؟ لوبيا لوبيا، لوبي. اما بو لو مومون عندي يمكن 8 شهور ما كليتهاش، اما عاد ماكلة عندي هي اللوبيا، امي تعمل لوبيا ان شاء الله يجينا وذوق اخوي، ربي الحب يفضل خيرك مكروم والفلفل بالله عبيد يا عيني عليك. يا اخوي، اخوي اما مضرة للسبورتي كيلو زيت تطلع خاطر مروح بخبزة مبسة، تطلع تحطها تكملها وتخرج كيلو، كيلو تنفخ في بدنك ماذا يا في مكرم، الفيلم مثال؟
طيب ده اخر سؤال، هذا جي بي ار جوني قالت لك بالحق عرسك كيف في الصيف وتأجل بسبب الكورونا، حكينا فيه الموضوع سي بون. لا لا فما سؤال اخر من بكري يتعاود على نسيم هنيد وهاني عميمو، قال لك قولك فيه. هنيد وهني عمام مستقبل بقوم هما توا ما شاء الله عمرهم 23 مش صغار. لا ما انا في نظري انا 23 مش صغيرة، اي اتونسيون صغيرة 20 21 ماكس، دخلت 22 ما عادش صغير، انت توا بديت تلعب وكذا. اما مستقبل هاني وهنيد مستقبل في تونس والمنتخب مع منصور طالبي زاد مستقبل تحب ولا تكره، وما ما يبعدوش علينا برشا معناتها 3 عامين 3 سنين فهمت. اما نفس العمل باش يجي نهار وباش يلعبوا ان شاء الله وباش يبوز وباش يوريوا رواحهم وباش يوريوا امكانيات، حاولوا يخدموا لو ماكسيموم يحاولوا يزيدوا اكثر، خاصة في هاني اللي معناتها انا نسميه نقولها معناتها كما قلنا احنا ولو اني ما يبعدش علي برشا، اما نقول تربيتي خاطر الطفل هذاك كور معايا برشا وناس من اقوى لي زاكسيول تكنيكمون اللي انا ريتها في حياتي فهمت، تكنيكمون وذكي. اما مشكلته اللي هو زين ديما نقول له اخدم على الفيتاس حسن كون اجريسيف اكثر كذا تو تشوف باذن الله خاطر بروفيسيونيل على الاخر يا اسلام يرقد إن بكري شاء الله. ينظم في حياته كذا فهمت ان شاء الله. بيه خويا نخلي لك في الاخر، شنو راه انت شنو تحب تقول وشكون تحب توصل؟ والله نشكرك على الديريكت تاع اللي عملناه، والله كان يا خفيف مبدلوا كما في قلنا ان الجو شاء الله شوية قاعدين ان في شاء الله الدار. هاي صحيح ان شاء الله يكون خفيف على المشاهدين اللي تبعوا فينا، وكما قلت لك ضيعنا بيه الوقت شوية على الأقل، واحد حكي شوية عندي ياسر ما حكيتش قاعد وحدي فهمت، دونك حاجة بيه سلم بون ما عنديش انستغرام من بعد اخويا تبع خير، سلم على امي باش نسلم على بابا اللي توحشته مع الاخر وخواتي صحيح الزوز لي فهمت اللي توحشته مع الاخر، وان شاء الله نشوفهم في اقرب وقت. تونس ان شاء الله ترجع لبيس في اقرب وقت، ان شاء الله نتصور قاعدين مستمتعين توا ال4 ايام هذوما اللي تعدي، وان شاء الله نكملوا تلواو الكاجول اللي مازال ونشدوا ديالنا لو ماكسيموم، خلي الكورونا هذيا ان شاء الله تتعدى علينا سلامات، إن شاء الله. وكهو كهو ان شاء الله الزويولة ربي معاهم وان شاء الله ربي يعاونهم في الاوقات الصعيبه هذيا، وان شاء الله كما قلنا كورونا تتنحى في اقرب وقت كهو. ان شاء الله اللي حاب يتفرج في الانترفيو يلقاها في الانستغرام ولا يلقاها في شين يوتيوب كيف كيف، باش نهبطوه غدوه ولا بعد شويه. العباد ما عندكش فكره على كميه السؤالات اللي هذا يقول لي اساله اساله، اخرهم تو خويا قال لي اساله على علاش جوات التوانسه يمشيوا للخليج مش لاوروب، وديجا حكينا فيه الموضوع. ياسين يعطيك الصحه خويا، ميرسي بوكو ياسين، يعطيك الصحه وليلتك زينه وربي يوفقك ان شاء الله. عايش خويا اسلام رد بالك على رعب هاي خويا ميرسي بوكو ربي يوفقك، ما تاكلش برشا في الكونفينمون هذايا يا يا كان قاعد وريك ما ماكله عندكش فكرة وتفور يعني. فور ليه مشيت فيها لازم تكون سياح مشينا في مشينا الاذاعه. صاحبي والله مشينا. هاي بيه خويا رد عايشك بالك يا على سين، رعب، هاي ليلتك زينة. السلام عليكم ورحمة الله.